مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. الفقرة هذه ما ننصحوش بها أصحاب القلوب الضعيفة وصغار اللي أعمارهم أقل من 12 سنة. إذا حذاك صغير قلو يبعد، ولا مش لازم تسمع حتى، خطر تنجم تلقاها من بعد على يوتيوب ديوان اف ام. حكم الإعدام في غالب الأحيان يصدر بعد مدة كبيرة من البحث والتحقيق باش ما يتظلم حتى حد، لكن التاريخ خلد حكايات متاع ناس تم إعدامهم ظلما. فيهم برشا قصص حكيناهم في حلقات مش عادي السابقة، وآخر قصة كانت تذكروا تيموتي إيفانز اللي تعدم ظلما وكان واحد من أهم أسباب إلغاء حكم الإعدام في بريطانيا. قصة اليوم أغرب من الخيال، قصة وقعت في نهاية القرن 19 في إنجلترا ولات حديث الصحافة في العالم الكل. راجل تم إعدامه 3 مرات، 3 مرات يعدموه وما يموتش. شكون هذا؟ جون لي. راجل تخلى التاريخ بشكل مش عادي. يعلم الله أني أنا بريء، هذه الجملة الوحيدة اللي قالها جون لي لحظة النطق بالحكم في القضية متاعه. قضت المحكمة بإعدامه شنقا حتى الموت. الغريب في وسط هذا الكل أنه برغم أنه تحكم بأقصى عقوبة، جون لي كان هادي يتبسم، لا تفجع ولا تقلق ولا تحركت منه شعرة واحدة. الشيء هذا بهت لحضور الكل وحتى القضاة والقائمين على جلسة المحاكمة متاعه. إجرات العادة أنه أي شخص يسمع أنه مصيره الإعدام يدخل في هستيريا ويولي يصيح ويعيط. جون لي لقى روحه في زنزانته وحده، كيف ما يقولوا يأكل في القوت ويستنى في الموت. قبل ما نكمل حكاية جون لي، هات نحكي لكم شوية على طريقة الإعدام شنقا في السنين الطوالة. نرجع بكم في التاريخ تحديدا لعام 1866. وقتها كان فما مشكل في الشنق، خاطر الطريقة اللي يعتمدوها كانت تتمثل في أنهم يهزوا الجاني يحطوه على مرتفع فوق حاجة عالية برشا، يحطوا له راسه في وسط حبل متين في عقدة، ومن بعد يبعدوا الحاجة اللي يكون واقف عليها بسرعة وعلى غفلة، وبهكا تتكسر الحنجرة متاعه ويتقطع عليه نفس ويموت. وكانوا يسميه الطريقة هذه ستاندرد دروب. كان اللي تم إعدامه بالطريقة هذيك ساعات يتعذب ويقعد مدة كبيرة باش يتخنق ويموت، على خاطر حسب الدراسات العلو اللازم لضمان موت سريع يلزم يكون يتراوح بين 120 و180، لكن في الحالة هذه الوزن والطول متاع الشخص اللي باش يعدموه ينجم يتدخل في مدى فاعلية الإعدام، بمعنى أنه الطريقة هذه تختلف من شخص لشخص، وفما اللي يتعذب برشا وقت تنفيذ الحكم. وفي الحقيقة مش هذاك هو المطلوب، مهما كانت بشاعة الجرم اللي اقترفه الجاني ما يزموش يتعذب. وفي وسط طرق الإعدام الكل تقعد الطريقة هذه هي الأرحم فيهم، خاصة كيف نحكيه على الإعدام بالمقصلة والإعدام بالكرسي الكهربائي وغيرهم. هالطريقة كانوا يعتبروها الإنجليز أسهل وأرحم طريقة إعدام في الفترة هذيك، حتى لين جاء عام 1872. في العام هذاك تم ابتكار طريقة جديدة تسمت The Land Drop. هات نفسر لكم شنية بالضبط. طريقة The Land Drop اسمها فيها وتعني السقوط من الأرض. هات نفهموا بعضنا أكثر. أول حاجة يتم اقتياد الشخص اللي باش يعدموه لمنصة الإعدام،
يقف فوقها يلف حبل خشين فيه عقد على رقبته. لهنا المنصة فما تحت منها بوابة تتحل بشكل مفاجئ ويطيح المحكوم بالإعدام فيها على غفلة ويموت. على خاطر اللي تحت البوابة هو عبارة على مرتفع كبير، والطريقة هذه كانت إفيكاس على الأخر على خاطرهم كانوا يحسبوا الوزن والطول لكل واحد باش يتم إعدامه، وهذا اللي يضمن سرعة التنفيذ وأنه الشخص ما يتعذبش. هات نرجعوا تو لصحيبنا جونلي. كيف ما سبق وقلت لكم كان هادي برشا لحظة النطق بالحكم في قضيته، وقال يعلم الله أني أنا بريء جون لي، باش يتم إعدامه بطريقة The Land Drop. February 23, 1885 كان آخر نهار لجون لي في زنزانته، كان موعد آخر وجبة ليه، لكن القائمين على السجن تفاجئوا بتصرف غريب ياسر لجون لي. أول ما دخلوا على جون بالوجبة الأخيرة متاعه نقز على الصحن وطاح ياكل بنهم كبير. الموقف هذا بهت السجنين على خاطر في العادة اللي يبداو كوندانيا موغ يبداو ما عندهم شهية بالكل، خاصة في النهار اللي باش يتنفذ عليهم حكم الإعدام. اللي باش يزيد بهتكم أكثر أنه جون لي بعد ما كلا امشى معهم بسقيه بكل هدوء لمنصة الإعدام، لا قاوم لا عيط ولا بكى، وكان حاضر للتنفيذ. ثمانية متاع الصباح بالضبط من نهار 23 فيفري عام 1885، كل شيء كان حاضر لإعدام جون لي. حطوا له شكارة كبيرة غطوا له بها راسه، ربطوا له يديه وراه وحطوه فوق منصة الإعدام اللي تحت منها البوابة. شدوا عندكم الاسم هذا، جيمس بيري، هذا اسم الجلاد اللي باش ينفذ عملية الشنق. جيمس اتفقد المنصة متاع الإعدام، الحبل والبوابة، كل شيء كان يخدم والميكانيزم مريكل. يقول جيمس بيري أول ما عطاوني الإشارة متاع بداية عملية الشنق جبت القبضة الخشبية اللي تحل البوابة، أما اتفاجأت أنا والقائمين على تنفيذ إعدام جون لي بأنه البوابة ما حبتش تتحل. الحضور كانوا بهتين من المشهد الغريب هذا. جيمس باري مشى يجري يعاود يتفقد في الميكانيزم متاع البوابة، مع انه كان متأكد انها تخدم على خاطر كيف ما سبق وقلت لكم تفقدها بيديه الزوز قبل ما تصير الثمانية متاع الصباح نهار 23 فيفري 1885. كل شيء كان مريقل، ومرة اخرى عاودوا اعطاوه الاشارة للتنفيذ، وكلا عادة البوابة ما حبتش تتحل المرة الثانية. جون لي كان ما فاهم حتى شيء، يسمع في صوت الناس والبهتة متاعهم من تحت الشكارة الكبيرة اللي حطوها على راسه، وما فاق كان بمجموعة من السجانين يبعدوا فيه من منصة الأعدام، عرّوله على وجهه ووقتها فهم الحكاية. المرة هذه الجلاد جيمس باري نادى لعرفه مدير السجن وقال له تيجي شوف هالغلبة غريبة قاعدة اللي صايرة فينا تو. أي من حينه جاء مدير السجن وطلب من جيمس باري يعاود يثبت الميكانيزم ويجرب البوابة من غير ما يكون جون لي واقف فوقها، وهذاك اللي صار. الغريب أنه البوابة وحدها كانت تخدم، جربوها أكثر من 3 مرات وكيف كيف كانت ديما تخدم. وقتها قرروا يعاودوا ينفذوا الحكم في جون لي، حطوا له شكار على راسه وحطوه من بعد فوق المنصة. نفس السيناريو يتعاود، البوابة ما خدمتش للمرة الثالثة، وكأنه القدر كان رافض إعدام جون لي، خاصة وأن الناس الكل في اللحظة هذه تفكروا جملة جون لي الشهيرة وقت تحكم بالإعدام شنقا، الله يعلم أني أنا بريء. حسوا أنه يمكن يكون بالحق بريء، وهذا اللي خلى الإعدام ما يتمش رغم المحاولات المتكررة لجيمس باري. زيد على هذا تصرفات جون والهدوء الغريب اللي كان فيه. لهنا إدارة السجن خذت قرار باش ترجع جون لزنزانتو حتى لين تشوف حل في الحكاية الغريبة متاعه. تراك نرجعوا للجريمة اللي تحكم فيها جون لي بالإعدام، خلي نفهموا التفاصيل متاعها الكل.
جون لي من مواليد عام 1864 في بلدة صغيرة في إنجلترا. كانت الظروف المادية صعبة، هو واخته تربوا يتامى. أخته بما أنها أكبر منه دبرت خدمة كمعينة منزلية في دار امرأة لبس عليها، ولا خلينا نقوله في القصر متاعها. اسمها إيما، كانت امرأة كبيرة في العمر تعيش في قصر كبير وحدها. أخت جون دبرت له خدمة معها في دار إيما، ولا الجنان الخاص متاع القصر، ويتلهابل اسطبل وبالحسن متاعها. كيف وصل جون لعمر 16 سنة التحق بالبحرية الإنجليزية، أما ما طولش في ساعة ما طردوه خاطره مش ملتزم وفي نفس الوقت في نيو. أي سيدي جون دبر خدمة في أوتيل، أما كيف كيف طردوه على خاطره حفظ صنعة جديدة. إيديه كانوا خفاف كيف ما يلزم، في كل مرة كانوا يشدوه سارق حويجة من عند واحد من نزلاء أوتيل. جون بعد المسيرة المشرفة هذه الكل عاود رجع يخدم في القصر، والمرة هذه رجع وهو مغروم بالسرقة. عام 1884 يعني عام قبل حكم الإعدام اللي صدر فيه، العزوزة إيما مولات القصر شدته بالكمشة هو يسرق، وكيف ما يقولوا عزوزة وشدت سارق عملة وعملها في روحه. العزوزة بدأت تصيح وتعيط وشعر لفزعت عليه الجيران الكل. جون تفجع وحب يسكتها، وسكتها بالحق على طول. ضربها بالعصا الحديد اللي كانوا يستعملوها باش يقلبوا بيها الحطب في الشمينية. الضربة جت ماكنة والمرأة هبطت بالوقت ساكتة. إيما ما ماتتش بالضربة. وقت اللي جون كان مفجوع دخلت أخته الخادمة متاع إيما. يا أخي قالها راني لقيتها طايحة ومضروبة على راسها، بالوقت جابوا لها الإسعاف، عملوا لها اللازم الكل ورجعوها للدار. وقتها إيما من قوة الضربة كانت ساكتة ما تتكلمش وما نجمت تنطق بحتى كلمة، وهذا كان من حسن حظ جون لي. أما كيف بدأت تتحرك شوية كانت كل ما تشوف جون تتوتر وتعمل إشارة بصبحها ليه، والحكاية هذه صارت قدام خادمة أخرى في القصر. جون خاف للعزوزة ترجع تتكلم وتفضحه، وقرر يتخلص منها. جون لي في عقاب الليل تخلل بيت إيما وذبحها بكل دم بارد، وعمل روحه مفجوع وعلم الخدم في القصر باللي صار، وكان أول واحد يمشي لمركز الشرطة ويبلغ على الجريمة. وقتها الخادمة اللي حضرت على إيما وهي متوترة أول ما شافت جون لي بلغت الشرطة بالمعلومة هذه، وتم القبض على جون. واللي زاد ورطه أكثر شهادة الجيران اللي أكدوا أنهم شافوه في الليلة هذيك هز السكينة في يده، لكن جون بطبيعة الحال أنكر وما استعرفش بالجريمة، وقال أنه بحكم خدمته كجنان من الطبيعي أنه يستعمل آلة حادة كيف ما السكينة باش يقلم بيها شجر. قد ما حاول الإنكار والشيء التهمة لبسته والتحكم فيها بالإعدام شنقا حتى الموت. النائب العام البريطاني السير ويليام هاكوت خذا قرار بإبطال تنفيذ حكم الإعدام في جون لي، وقرر الحكم عليه بالسجن لمدة 22 عام. بخصوص الميكانيزم اللي محبش يخدم، برشا ناس خاضت في حكايته وقالوا ممكن اللي صار ما عندوش تفسير منطقي إلا إذا كان جون لي مش عوذ كبير وقراء تعويذات وطلامس خلت البوابة ما تخدمش، أما هذه حاجة ما يقبلهاش العقل. بعد اللي صار الكل جيمس بيري الجلاد والخبير في الميكانيزم متاع البوابة ما سلمش، وقعد يعمل في بحوث على البوابة وفي الأخر توصل التفسير. القطاع الحديدية اللي ثبتوا البوابة بالسلسلة كانت فيها كوش متاع صديد تعطل العمل متاعهم، وهذا اللي يفسر انه الماكينة تخدم كيف تبدأ فارغة وما فماش ميزان فوقها، اما كيف يطلع عليها جون ترزن وتتكوانسة بمفعول الصديد وما تخدمش. ايا كان التفسير، قصة جون لي دخلت للتاريخ وقعدت لليوم تحكي قصة اغرب اعدام مش عادي. مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. كان فاتتك الفقرة هذه نجم تتابعها على يوتيوب ديوان FM.